222 طالباً أول دفعة تلتحق بالمدرسة الوطنية العليا للأمن السيبراني بالقطب العلمي والتكنولوجي عبد الحفيظ إحداد بسيدي عبد الله، ستكون لطلبة فرصة دراسة استراتيجيات معالجة المعلومات والمعطيات الرقمية. المدرسة هذه ندخل لها عن طريق شهادة البكالوريا، معدل 18-24 بالنسبة لشعبة الرياضيات. أنا حصلت على بكالوريا 2024 بمعدل 18-02. هي مجال الأمن السيبراني تقدري تخدمي فيه سواء في مع الدولة نقوله، ولا مع الجيش في حماية المعلومات تاع وزارة الدفاع وكامل، ولا تقدري تخدمي وحدك كما يسموه الفريلانس، تخدمي مع شركات، تقدري تخدمي هكا دير لهم تحمي لهم المعلومات تاعهم. المدرسة الوطنية العليا للأمن السيبراني أحد المعاهد المشيدة حديثا ضمن قطب علمي يضم 5 مدارس تتجه كلها نحو تخصصات خاصة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي. أول انطلاقة لها لتكوين أول دفعة من نجباء بكالوريا 2024 في التهديدات التي تشهدها اليوم ويشهدها اليوم العالم ككل من تهديدات سيبرانية، وخير دليل على النظرة الاستباقية الموفقة للسيد رئيس الجمهورية. كما أن نجاح التحول الرقمي يقضي ويستلزم التعامل مع البرامج والمعطيات الإلكترونية بذكاء وبحذر، وهذا ما تم القيام به عبر إنشاء مدرسة وطنية عليا في الذكاء الاصطناعي ثم في الأمن السيبراني. إنجاز أول من نوعه في الجزائر يترجم تعهدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في علاقته مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ستكون مستقبلا المشروع المثالي وطنيا قاريا ودوليا.